تعريف نظر إدارة قواعد البيانات يا شباب، تعريف مهم. مجموعة متكاملة من البرامج التي تتولى إدارة قاعدة البيانات، يعني دي البرامج اللي أنا بستخدمها في إدارة قاعدة البيانات. بدون البرامج دي ما أقدرش أدير قاعدة البيانات والتحكم بأنشطة الوصول إليها والمحافظة عليها. قاعدة البيانات بقى والبرامج اللي هي بتدير قاعدة البيانات دي بتقوم بمهام كتير، زي إن أنا أضيف وأعدل في البيانات وأعمل استعلام وطباعة تقارير وغيرها من العمليات. نشوف حاجة حاجة ونعرف التعريف بتاعها لأنه برضو مهم. أول حاجة نتكلم فيها النماذج، هو شكل زي ما أنت شايف كده. وأنت فاتح صفحة موقع على الإنترنت، الصفحة اللي بتظهر عندك في البداية ده اسمها نموذج. اسمها نموذج تعريفه هي وجه التعامل المستخدم مع قاعدة البيانات، يعني هي دي الشاشة الرئيسية اللي بتظهر لك الواجهة الرئيسية للمستخدم المستخدم مع قاعدة البيانات، وهي الوسيط بين المستخدم والجداول والاستعلامات والتقارير. ده مهم برضه جدا دي في الطباعة. الجداول والاستعلامات والتقارير. كل واحد بس يخلص ويسأل اللي انت عايزه. تعريف النموذج هو وجه التعامل المستخدم مع قاعدة البيانات. هو الوسيط، يعني هو ده اللي انا بتعامل عن طريقه مع الجداول والاستعلامات والتقارير، وهنعرف ايه هم دلوقتي الجداول والاستعلامات. ده شكل النموذج زي ما انت شايف. في حاجه ثانيه اسمها الاستعلام. انا عايز استعلم عن شيء او عايز اعرف معلومه، قاعده البيانات اللي فيها بيانات كتيره جدا، عشان مثلا ابحث عن اسم او ابحث عن وظيفه أو أبحث عن يوم أو أبحث عن عملة أو أبحث عن أي شيء ده في قاعدة البيانات، ده اسمه استعلام. تعريفه هو عمليات تجرى على قواعد البيانات بهدف استرجاع المعلومات منها. استرجاع يعني إيه؟ يعني الحصول على المعلومة. الاستعلامات دي في منها أربع أنواع زي ما أنت شايف، نعرف اسمها بالعربي. أول حاجة اسمه استعلام الإنشاء، هو من اسمه كده نقوم بإنشاء جدول جديد. نقوم بإنشاء جدول جديد. استعلام تحديد، يستخدم لاسترجاع بيانات معدودة من قاعدة البيانات، يعني هي بيانات تم إنشائها بالفعل بعمل لها عملية استرجاع. استعلام الحذف، برضو من اسمه باين كده، والحذف محتوى سجلات أو حقول في قاعدة البيانات. من اسمه استعلام الحذف بنقوم بحذف المحتوى. استعلام تحديث برضو من اسمه هو بيقوم بتحديث وتغيير محتوى السجلات والحقول في قاعدة البيانات. ده عندي أربع أنواع من الاستعلامات. استعلام إنشاء ده بستخدمه في إنشاء جدول جديد. استعلام تحديث ده بستخدمه لاسترجاع بيانات موجودة عندي في قاعدة البيانات. استعلام الحذف ده بستخدمه لحذف محتوى السجلات أو الحقول. يعني التحديث بستخدمه في التحديث وتغيير محتوى سجلات أو الحقول. بعد كده بنتكلم في التقارير. التقارير برضه تعريفها مهم، هو المستند يمكن طباعته أو عرضه على الشاشة أو حفظه في ملف. ورقة زي ورقتك، زي اللي أنت شايفه قدامك دي كده. أنت مثلا مثال ليك، لو أنت بتقدم في التدريبات بتطبع الاستمارة اللي أنت بتقدم بيها. بعد الاستمارة ده ده اسم تقرير. المستند اللي انت طبعته في ايدك ده ممكن تطبعه، ممكن تعرضه على الشاشة، ممكن تحفظه في ملف عندك على جهاز الكمبيوتر، تمام، بأي شكل من الأشكال. هو ده اسمه التقرير. في عدة أشكال للتقرير، العرض الجهاز بالتقرير اللي هو أول واحد، تقرير يعرض جميع محتوى قاعدة البيانات بدون تحديد، يعني كل البيانات اللي موجودة هيعرضها. نوع تاني بيعرض بيانات محددة. نوع تالت بيقوم بعمليات حسابية. ثلاث أنواع للتقرير. تقرير بيعرض كل محتوى قاعدة البيانات. تقرير بيعرض بيانات محددة في قاعدة البيانات. ثالث نوع تقرير بيقوم بعمل عمليات حسابية
قاعدة البيانات.